أنا سيبرياك رياك يوم أنا من لبي من لبي خريج جامعة جوبا درس أدب علم ممكن طب الكراهية في السودان هي واحد من الحياة المسكودة يعني فكرة كويس ناس تطلع له ضوء لأن أي حاجة ما صدى له ضوء أصلا ما تدعي اسمي حالة سايمون خريجة اقتصاد زراعي 2017 خطاب الكراهية الناس ما تكره بعض أو إحنا نحاول نعمل بيئة أحسن من البيئة هنا في زي ما إحنا شايفين وضع الجنوب كيف وضع الشمال كيف في حاجات كثيرة نزاعات ومشاكل إحنا كشباب دورنا إنه نحسن من الوضع ده فإحنا لازم نوعى بالحياة دي عشان نقدر نحسنها أنا اسمي أماني موسى أساساً من مدني اتولدت في مدني لكن أبوي من أم روابة يعني شمال كردفان صراحة الورشة كانت جميلة جدا وأحلى حاجة فيها إنه بدك الحرية إنك شنو تعبر عن الحاجة اللي أنت عايز تقولها بكل حرية يعني أنا عندي خبر 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 عظيم. تعرفين أنا فرحان ليش؟ أنا ولدي ما جاء عندما قبله في الثانوية في العاصمة ومنحة كامل من وزارة الإرشاد والأوقاف مجان 3 سنة الولد ديك. جاي جاري تسلم على الناس كله واحد واحد ده حاجه زول بفرح له كمان ايامنا ما بيقولوا منها زي اللي قدام بس يا ناس بتستاهل يعني انه يقبلوا يشيلوا في مدرسه زي ده انا ما قدام ما اقول جديد انا كنت عادي من الفيزيكو لكن انسايد لانه انا اللي قدري اكشن ما عجبني يعني I was shaken by them from the inside. Yes. لانه انا ما كنت قايل انه مثلا ممكن حيكون في رد فعل يعني نيجاتيف فأنا برا عملت عادي عشان ما تحسوا بإشي لكن جوايا قلت له what is going on The last thing is about making change وهي دي كيف تتعامل تغيير وده سؤال ناس كثير هنا واحد لما قال أنا what are my ambitions and what all of us want to make change